الواد ده من ايه؟ واحد زائد يو اس ام بيبقى واحد زائد ام في يو
زائد ام في ام ناقص 1 يتربيع على 2 فاكتوريال وتطلع شغال. الكلام ده كله انا عايز في الاخر يبقى كام ترم هتحل بيه؟ انت عايز دايما تحل ال 3 ترم. يبقى دايما على الاقل انت عارف ثلاث حدود من كل حاجه من اللي احنا كاتبينها قدامنا. ملاحظه لينا بقى كده مع بعض، لو اي حاجه غير الكلام ده وموجود داله عكسيه، اي ام اكس فانكشن زي اللين او زي الساين انفرس الشاين انفرس التان انفرس التانجنت انفرس، اي حاجه من الشكل ده كله عشان تجيب له ماكلورين او تايلور سيريز، كل ده بالتفاضل هتجيب قيمه الاف داش. فانت لو فضلت اي حاجه يا طبعا القوانين بتاع ذات الحدين دول تعرف طلعوه مفكوك ولا لا. طب اذا كان الاف داش ليها مفكوك يعني ليها سيريز تعرف تجيبها، يبقى الالف بتاعتك هي كمان تعرف تجيبها بصوره سيريز ولا لا؟ انتجريشن بقى الانتجريشن، يبقى كل القصه انك هتعمل تكامل السيريز اللي فوق. مسألة قدامنا على الكلام ده، الكلام ده بيجي ازاي؟ الكلام مش هيجي يقول لك استخدم السيريز انك تجيب لي السيريز بتاعت كذا. هو كل المسائل لا اما المسائل يطلب منك ليميت لا اما يطلب انتجريشن، حاجة من الاثنين. حتة الليميت في كذا فكرة كده، فكرة من الأفكار دي هي الليميت لما اكس تقول لي 0 كوساين اكس تربيع ماينس كوساين اكس تربيع على اكس أس 4. وعايزين نجيب الليميت بالشكل ده. أنت حافظ الكلام بتاع الكوساين والكوساين ولا لا؟ محفوظ. كوزاين اي حاجه اللي احنا مسميينها يو من شويه، وكوشاين اي حاجه اللي احنا مسميينها يو، نقدر نفك الترمات دي نفك كده مع بعض. كوزاين يو اللي هي 1 ماينس يو تربيع على 2 اللي هي اكس اس 4 على 2 فاكتوريال. الترم اللي بعد كده هيبقى اكس اس كام؟ مش يو تكعيب، يبقى اكس اس 6 على 3 فاكتوريال ناقص. هي اول ثلاث ترمات بالنسبه لي. اللي بعد كده ماينس كوشاين اللي هو هو نفس الكوزاين بس الاشارات كلها ايه؟ كلها بوزيتيف، يبقى ده 1 بلس اكس باور 4 على 4 فاكتوريال بلس اكس باور 6 على 3 فاكتوريال. اه سوري اكس باور 8 على 4 فاكتوريال. ناقص 8 صح. دي كلها مش هتفرق معانا اللي هو المهم اللي انا في الذكاء. مش هيفرق معانا ليه هقول لك دلوقتي بقى القصه دي. اطرح كده الكلام ده. واحد مع الواحد صح؟ اكس اس 8 مع اكس اس 8. اكس اس 4 هتتبقى واللي بعديهم زود 4 اكس اس 12 هتتبقى. وبعديهم اكس اس كام اللي هيتبقى تاني؟ اس 20. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل اللي هيتبقى لك لما يتقسم على اكس اس 4 الوحيد اللي هيطلع لك رقم هو مين؟ هو اكس اس 4. مش ده هيتبقى منها واحد على 2 فاكتوريال بالنيجاتيف يعني نص، وده هيتبقى منها نص بالنيجاتيف كمان، فكان اللي باقي من فوق ده كام دلوقتي؟ واللي باقي بعد كده كله عباره عن فانكشن في مين؟ لما تيجي تاخد الليمت لما اكس تقول لي 0 كل ده بكام؟ يعني يطلع الليمت بتاع المساله اللي قدامك دي مين دلوقتي؟ بسالب واحد. سالب نص ماينس نص. واضحه الفكره دي قدامنا؟ طيب مين مش فاهمها؟ هو مش ده اكس اس 4 وده اكس اس 4 هيبقى في الاخر دول نيجاتيف اكس اس 4 نص ونص هيبقى واحد؟ اكس اس 4 على اكس اس 4 واحد؟ في نيجاتيف طبعا. اللي بعد كده هيتبقى اكس اس 12 على اكس اس 4 اكس اس 8 او عوض عند ليميت اكس تقول 0. كل الترمات اللي جايه فيها اكس، يبقى كل اللي جاي بعد كاس فاضي. الانتجريشن اللي فوق بيقول لنا من 0 لـ 0.1 عايزين نجيب تكامل تان انفرس اكس دي اكس. الكلام ده هو محدد لي في الامتحان انا هستخدم ايه؟ تيلور او ماكلورين سيريز، عايزين نجيب الاكسبانشن في الكلام ده. اولا التان انفرس اكس دي انت حافظ لها حاجه؟ لا بس اخدنا معلومه على جنب انك لو لقيت اي داله عكسيه في المسائل كلها تعمل فيها ايه؟ هتشتق. يبقى اف اوف اكس بتساوي تان انفرس اكس هجيب مين؟ انفرس بكام تفاضل التان انفرس؟ واحد على واحد زائد اللي جوه سكوير اللي هي واحد على 1 بلس اكس سكوير. ليها مكفوف دي؟ مش
مش دي واحد على واحد زائد يو اللي هي تاني واحدة في الجزء التاني، يبقى دي عبارة عن واحد ماينس يو زائد يو تربيع ماينس الكلام اللي بعد كده مش مهم بالنسبة لك، المهم عندي أول تلات ترمات. بعد كده أنت جبت الإف داش، أنت مش محتاج الإف داش، أنت محتاج مين؟ اللي هي عبارة عن انتجريشن الإف داش. نعمل انتجريشن كده مع بعض، إكس إكس تكعيب على ثلاثة، إكس أس خمسة على خمسة، وما تنساش إن ده تكامل جاي محدود، ده إنديفينيت إنتجرال، فزايد الكلام في الآخر إيه؟ سي هو يعني مفكوك التاني انفرس الكام هو مفكوكة. طب السين كام؟ ليه؟ عشان التاني عندك فيكس فالتي بالظبط، يبقى عشان لازم في المسألة دي بيبقى محاسبك بدرجات انك تجيب قيمة الثابت، عشان اجيب قيمة السين اللي انا بدور عليه ده هعوض. هتعوض منين؟ عوض عند اكس بزيرو. لما اكس بزيرو معناها ان التان انفرس اكس اللي هي بتساوي اكس ماينس اكس تكعيب على 3 زائد سي في الاخر، ده كله هيبقى صفر. الثابت زي ما هو، وتان انفرس زيرو كام برضه؟ يبقى سي زيرو. يبقى بالتالي مفكوك التان انفرس هو مين؟ انت هتكمله لسه. انا ناسي. لسه هيتكمل. يبقى ده هو مفكوك التان انفرس بس. هو ده الحل؟ لا. لا ده مين؟ ده اللي هيتحط جوه الانتجريشن لسه. يبقى بالتالي قيمة اي بتساوي تكامل اكس ماينس اكس تكعيب على 3 زائد اكس اس 5 على 5 دي اكس يطلع بيساوي الكلام ده اكس تربيع على 2 اكس اس 4 على 12 اكس اس 6 على 30 وعوض بالقيم اللي هو قايل لك عليها في المسألة من 0 ل 1 من 10. يبقى ده من 0 جاي في 1 من 10، طبعا ال 1 من 10 هو اللي ليه تعويض، وتطلع الرقم ده بكام في النهاية. واضحة الفكرة في هذه المسألة دلوقتي؟ ثلاثة على 2 والإشارة تبقى بصفر، في إكس أس 4 على 2 فاكتوريال.
كل اللي انت عملته ده كله ده السيلز بتاع الدعم. كنت كاتب والحاجات اللي انا كاتبها حاجه واحد زي اليو اس ام ده قانون عام بتاع الرقم. بعد كده انت جبت مين دلوقتي؟ الفلاش. هو ده اللي انت عايزه؟ انت عايز الفلاش فانت تاني هترجع تكامل يبقى ده تكامل اف داش دي اكس يطلع الكلام ده اكس ماينس اكس تكعيب على صفر زائد ده 3 على 8 يبقى ده 3 على 40 في اكس اس 5 زائد ايه في النهايه؟ سي لما الاكس ب 0 يبقى ده 0 زي الثابت واللي في الشمال الشاين انفرس 0 الشاين بتاع ال 0 ب 0 فبالتالي لما الكلام ده اتعوض الاكس ايكوال 0 يطلع لك السالب بكام من هنا؟ كده اللي انت عملته كله في المساله انك جبت مفروض لمين؟ طب نرجع تاني منظر المسألة الجديدة بتاعنا لين واي بتساوي واحد على اكس تربيع لين ما تنساش ان كل ده هيتقسم على اكس لسه يطلع ده واحد ماينس اكس تربيع على ستة زائد تلاتة على أربعين في اكس أس أربعة ونقطة واحدة هي كده المسألة يعني اتحلت؟ لا هي لين دي ليها حاجة هي لين دي اللي عكسية أصلا كمان فحتة ان يبقى في عندك لين واحد ماينس حاجة او لين واحد بلس حاجة خلي بالك بس لين 1 بلس يو او لين 1 ماينس يو انت اصلا حافظ مين؟ دول محفوظين؟ اه عبارة عن واحد ماينس يو زائد يو تربيع وده واحد زائد يو زائد يو تربيع وده كله زائد مش الاثنين دول هما تكاملات دول على طول يبقى اذا لين واحد زائد حاجه هيطلع يو ماينس يو تربيع على الاثنين زائد يو تكعيب على الثلاثه والاشاره ماشيه كده لو عايز اجيب لين واحد ناقص يو فهو تكامل اللي تحت بس ناقص له ايه؟ فهو انت عشان تكمل ده محتاج هنا نجم فكان في الاخر لين 1 ماينس يو هو نجم بره كده والكامل كل ده يو زائد يو تربيع على 2 زائد يو تكعيب على 3 لغايه ما اصبح ده مفكوك اللين بتاع واحد زائد حاجه وده لين واحد ماينس حاجه هو ده انهي نوع من اللي انا كاتبه فوق؟ 1 ماينس كان هي دي اليو اللي انت بتتكلم عليها يبقى اذا نقدر نكتب المساله الجديده بتاعتنا يبقى لين واي بيساوي واحد على اكس تربيع لين 1 ماينس حاجه في ايه بره؟ نجم بس ركز بس معايا في الجمله دي اللي بيكتبوا دلوقتي يو ويو تربيع على الاثنين يو اللي هو الترمادي اللي هي عباره عن اكس تربيع على 6 ماينس 3 على 40 في اكس اس 4 ما تنساش ان المفروض لما تاخد السالب دي مشترك هيبقى ده بوزيتيف وده ايه؟ نجم يبقى ده هو اليو مره ثانيه هتاخد الترم ده ثاني اكس تربيع على 6 و3 على 40 في اكس اس 4 هيبقى ده تربيع ويتقسم على كام؟ والمفروض التمام دي تكمل لما لا نهايه. هو اللي هيشغلك هنا في الامتحان وانت بتحل مساله زي دي. ليه السالب دي بره؟ هو تكامل دي بكام؟ ما هو تمام تكامل دي بكام؟ بدور. بس التكامل ده ما ينفعش يتم الا لما يكون في سالب واحد فوق. فكان ضغط نفس سالب وضغط نفس نرجع لمسالتنا تاني. كل اللي يهمك وانت بتعوض كله انك لما تيجي تقسم على اكس تربيع اللي هيطلع لك جواه لسه اكس بالتعويض هيبقى بكام؟ طب واللي مش هيطلع فيه اكس؟ خلاص هو ده الحل. فبالتالي اكس تربيع على 6 تقسم على اكس تربيع هيطلع لك هنا كام؟ طيب اكس اس 4 على اكس تربيع فيها اكس تربيع. ده اكس تربيع تربيع يعني اكس اس 4. واللي بعديه ده عباره عن اكس اس 8 واللي في النص اكس اس 6 اللي هم في الاخر كل ده يتقسم على اكس تربيع يطلع لك فانكشن في مين؟ كل ده في النهايه عند الاكس ب 0 انت في الاخر اخد ليميت للمساله كلها لما الاكس تقول لي كام؟ كل ده بكام؟ اصبح لين واي اللي هو اللين بتاع الحل بيساوي سالب 1 على 6 يعني الحل اللي هو الواي بكام؟ اي باور نيجاتيف 1 على 6 واضحة الفكرة قدامنا كلنا دلوقتي؟
نعم هو ما هو ده كله اللي انا مسميه فوق. المفروض شغال كل حدود في نقطة. هيفضل ايه مش فاهم؟ ده سالب مضروب في اكس تربيع. ايوه هو فين اليو بقى؟ هي السالب دي مش بتاعت الموس. السالب دي بتاعت ده بتاعت ده لوحده. انت بتاخده كله. خد السالب مشترك الملك اللي احنا بنقول عليه. معلش عشان بس الخمسه. لا عادي. خمسه ولا اشتراك في الملك. رباني. لا
بقالي كله كان شغال على نفس الكلام ده. لو عايز تحل معادلة من الدرجة التانية والمعادلة دي هوموجينيوس يعني بتساوي صفر، كان بيطلع لك ان الحل مثلا لو معادلة بالشكل اللي انا كتبته قدامكم ده، كان الحل بيطلع سي 1 في اي باور اكس زائد سي 2 في اي باور نيجاتيف اكس. هو ده الحل؟ اه هو ده الحل. طيب هو ايه المشكلة ان واحد يكتب الاكسبوننشال ده بصورة السيريز اللي لسه قايلينها حالا بتاعت ماكلورن او بتاعت تيلور على حسب النقطة اللي بيحل حواليها، يطلع ان الكلام ده هو ماكلورن بالشكل اللي هو لسه قايلينه حالا من الحاجات اللي احنا هنحفظها. ده اي باور اكس وسي 2 في الثانية اللي هي اي باور نيجاتيف اكس. يبقى ده الواي اللي احنا بندور عليه. يعني بالتالي اي فانكشن في صورة اكسبليسيت، صورة ملمومة بالشكل ده، تقدر تجيبها في صورة ايه؟ سيريز. طيب افرض ان السيريز دي كانت كده، هي دي سيريز بتاعت حاجه معينه؟ لا. طب يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني بالتالي اللي انت بتتكلم عليه ده اي فانكشن ملمومه ليها سيريز، انما هل اي سيريز ممكن تتلم فانكشن ثانيه؟ يبقى بالنسبه لك انت لما تجيب الحل بتاع الديفرنشال ايكويشن، مين الحل الاعم انك تعرف تجيبه دايما؟ الملموم ولا السيريز؟ سيريز. فاحنا بندرس دلوقتي باور سيريز سوليوشن للديفرنشال ايكويشن على اساس ان دي الحاله العامه اللي ممكن تقابلك. يعني المساله لو انت مش عارف تستخدم قوانينك عشان تجيب لها صوره ملمومه للحل، اعرف اجيب لك الحل بصوره ايه؟ صوره سيريز. طب انا في الاخر عايز اجيب صوره سيريز ازاي؟ عايز توصل ان الواي 1 والواي 2 اللي انت بتدور عليهم شويه فانكشن في اكس، ودي شويه برضه حاجات كده معاملات مضروبه في الاكس، والثابت الاولاني يعني والثابت الثاني. ده النهايه اللي انا عايز اوصلها، ده النهايه اللي انا عايز اوصلها، بس الكلام ده معتمد طريقه الحل بتاعتك فيها على حاجه بدائيه خالص. تمسك معامل واي دبل داش من اول المساله خالص، وتعوض عنده عند قيمه اكس بتساوي اكس نوت، في الغالب لو هو ما اتكلمش عندك في المساله اكس نوت هي زيرو. فبالتالي تمسك معامل واي دبل داش وتعوض جواه اكس بزيرو اللي هي الاكس نوت بتاعتك، هيطلع حاجه من الاثنين، لا اما يطلع المعامل ده صفر، لا اما المعامل برقم. المعامل برقم بنسمي ان النقطه اللي قدامنا دي اسمها اوردينري بوينت. طب وايه يعني هستفاد بيها ايه؟ هستفاد انها لو طلعت اوردينري من التعريف ده، طريقه الحل بتاعتها اسمها تيلور ميثود. طب لو هي طلعت ان الكلام ده يساوي صفر، فبنسمي النقطه من التعريف اسمها سنجلر بوينت، واللي بيحل الكلام ده العالم اللي عمل الطريقه دي اسمه فوربينيوس، فبتسمى فوربينيوس ميثود. سواء ده او ده، خطوات زي بعض بس اختلاف في النهايات، يعني في اول الخطوات كلها انت ماشي ذا سيم زي بعضها. طب احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي احنا اخدناه لغايه النهارده، لغايه الاسبوع ده الدكتور شرح دي في المحاضره بتاعت الاوردن، فده اللي عايزين نطبقه دلوقتي. اولا الاوردينري بوينت عشان تستخدم الطريقه بتاعت تيلور، صوره الحل اللي انت هتوصلها في النهايه هي دي صوره الحل. مش ده مفكوك تيلور او ماكلورن عند اكس بزيرو اللي هي اكس نوت بتاعتك بصفر؟ طب واحد يقول لي يعني ايه ده؟ ده في الاخر لو جبت فوق لو الـ n بادئة من الزيرو، يبقى ده عبارة عن a نوت، a1 في x، a2 في x تربيع، a3 في x تكعيب، وهكذا. هو ده الحل، هو ده الحل. بس أنت عايز توصل إن الحل بتاعك تاني ما ينساش فيه كام ثابت، عشان دي معادلات من الدرجة التانية اللي أنت هتحلها. مش لازم يطلع فيه ثابتين؟ هطلع إزاي الثابتين من كل الكلام ده؟ قال لك يبقى اللي أنت بتدور عليه عشان ما تتوهش وأنت بتحل، انت عايز تجيب قيمة كل المعاملات بدلالة ثابتين اتنين. فقال لك كل المعاملات هتيجي بدلالة A1 وبدلالة A0. ليه هتبان معانا وانا بحل دلوقتي افهمك ليه هم ليه عملوا النظرية ان كله لازم يطلع بدلالة A0 وA1. بس كخطوات تبقى انت فاهم عايز توصل لايه في النهاية؟ نهاية المسألة في الآخر انك تعرف تجيب A2 وA3 وA4 وA5 بصيغة عامة، أي A بعد الـ A1 والـ A نوت تعرف تجيبها بدلالة A1 وA نوت، بحيث في الآخر تبقى صورة الحل عاملة إزاي؟ A نوت تسحبها المشترك من شوية الترمات بتوعها، وA1 من شوية الترمات بتوعها يطلع لك كأن ده هو الـ Y1 وده هو مين؟ الـ Y2. هنمشي الخطوات دي إزاي؟ أولاً مش ده الـ Y اللي هو تيلور قال عليها هو ده الحل بتاعه؟ طيب خلاص يبقى واي معاك، ناقص لك تجيب مين ومين؟ عشان تعوض. طيب واي داش تمسك ده تعوض بيه بعد التفاضل، يبقى ده ان في اكس اس ان ماينس 1. ما هو ده الصيغه بتاعت تيلور الفرض بتاعه اللي انا كاتبه فوق ده. واي دبل داش هتبقى الكلام ده يتفاضل مره ثانيه، يبقى ان في ان ماينس 1 في اكس اس ان ماينس 2. السمشن لو انت بصيت تلاقيه هنا بادئ من الزيرو، بس لو بصيت عليه فوق من المفكوك ده هتفهم اكتر. هو انت لو فضلت هتبدا من اول كام ترم؟ ده رقم.
بقالك من اول كام؟ طب والتحاضر الثاني الاي واحد هيطير بقالك من اول مين؟ فانت تلاقي بالك، خلي بالك دايما وانت بتحل، ده بادئ من عند الصفر، ده بادئ من عند الواحد، ده بادئ من عند الاثنين. معوض كده اول خطوه في المساله، خلينا بس نركز بقى خطوه خطوه مع بعض فوق كده. هقول له الكلام اللي قدامي ده انا لازم اتاكد ان النقطه دي اوردينري، فالمعامل بتاع واي دبل داش بكام دلوقتي؟ واحد. يعني الكلام ده ما يساوي صفر، فالنقطه بتاعتك ايه في البدايه؟ دي اوردينري بوينت خلاص. هقول له خلاص لت ان الواي بتساوي سيجما a n x باور n، والسميشن ده بادئ من عند الصفر. واي داش سيجما من اول n بواحد، a n متفاضل n في x اس n ماينس واحد. واي دبل داش سيجما ال n بادئه من 2، a n في n في n ماينس واحد في x باور n ماينس 2. الشكل اللي قدامك ده بعد ما كتبتهم تعوض فوق في المعادله، يبقى اذا سيجما من n بتساوي 2 لما لا نهايه، a n في n في n ماينس 1 في x باور n ماينس 2 زائد 3 x في y داش، هي دي الواي داش، اضربها في 3 x يبقى زائد 3 a n في n x لما تدخل جوه البراكت ده تضرب في x باور n ماينس 1 تبقى x باور n، وما زال السميشن بدأ من 1. زائد 2 y يبقى الكلام ده عندك زائد الاثنين تدخل جوه a n في x باور n، والان بدأ من الصفر. اصبح ده مين دلوقتي؟ ده السيريز بتاعتك بعد ما عوضت في الواي واي داش وواي دبل داش. في حاجه هتقابلك وانت بتبص في المساله دي، هتلاقي الباورز بتاعت الاكسات اللي موجوده في المساله مختلفين عن بعض. طيب في x باور n، في x باور n، في x باور n ماينس 2، هو ده دايما في المسائل هيحصل. هيحصلوا ان هم مختلفين، مش لازم بنفس الشكل بس هيطلعوا مختلفين. اسهل طريقه عشان ما اتلخبطش في اي حاجه دايما، خلي كلهم يبقوا شبه اصغر واحد. هو مين اصغر واحد في دول؟ n ماينس 2، فبالتالي ده انا عايز اخليه n ماينس 2، وده كمان عايز اخليه ايه؟ n ماينس 2. حاجه كده اخيره برضه من الكلام ده كله، انا عندي سيجما a n في x باور n، والn بادئه من 1 لما لا نهايه. مش ده أول ترم فيها هو A1 في X أس 1؟ لو واحد عايز يكتبها هي يا نفس الطريقة بس قال لي عايز أكتبها N ماينس 3 هيعمل إيه؟ كأن نقص من كل N 3، فبالتالي كل الشكل اللي جوه أي N جواه خليها N ماينس 3. بس اللي أنت عملته ده أنت ما زلت عايز تبدأ أول ترم يطلع لك من المفكوك A1 في X أس 1. طب ما يبقى بالتالي عشان يطلع لي ده ايه واحد يبقى لازم الان تكون بدأ من كام؟ من 4. يعني انت عملت ايه؟ انت عملت حاجه بسيطه قوي، جوه قللت تقوم رايح جاي في الحدود بتاعت السميشن اللي انت قللته ترجع تاني تعمل بيه ايه؟ تزوده. في اي مساله يحصل الكلام ده في اي مساله. يبقى بالتالي انا هثبت المساله على مين دلوقتي؟ على الصغير. طب ينفع هي مش فارقة، بس عشان الطريقة دي اللي هتسهل لنا من الطرق اللي جاية بتاعت فوربينيس تبقى طويلة شوية. مش هتفرق، لا مش هتفرق معاه خالص. طب والترمات اللي من أول إن بيساوي واحد لحد هو لسه ده هيبقى الكلام ده لا من أول الترمات اللي بقى من واحد لغاية ثلاثة، واحد واثنين وثلاثة دول مش معاك أصلا. أنت مش غيرت الحاجة اللي أنت بتعد بيها جوه. أنت مش بتعد زي ما فوق. فده هثبته يبقى ده سيجما من اول n ب 2 a n في n في n ماينس 1 في x باور n ماينس 2. واجي للتاني ده اعمل في ايه دلوقتي؟ نقص منه 2 تيجي في الحدود اللي بره تعمل فيها ايه؟ تزود الاثنين، يبقى ده من اول n ب 3. خلي بالك عشان الناس دي بتلخبط فيه جامد بقى، ده عباره عن a n ماينس 2 كل n تقابلك جوه تنقص منها 2، وده n ماينس 2 و x باور n ماينس 2 زائد. تعمل ايه برضه في الثالث ده؟ نفس الكلام تنقص 2 يبقى 2 في a n ماينس 2 x اس n ماينس 2 والn تبدا من عند الاثنين، زودنا الاثنين اللي احنا نقصناهم. لو انت وصلت دلوقتي انت حفظت ان كل الباورز بقوا زي بعض. يبقى بالتالي تقدر ان الكلام ده كله تجمعه في سميشن واحد، معلوش يبقوا كذا واحد. بس المشكله الصغيره اللي هتقابلك الجديده هما البدايه بتاعتهم الستارت ده من 2 ده من 3 ده من 2. لما تيجي تاخد حاجات بتعد ورا بعضها المشترك هو اكبر رقم ولا اصغر رقم؟ اكبر. انت لما بتعد
مش اللي اول حد هتجيبه اثنين واللي بعديه الثالث واللي بعديه رابع، وفي واحد بدأ من الثالث وبعد كده رابع، فبالتالي كلهم مشتركين في مين؟ اكبر. فبالتالي لما الارقام تختلف اللي هي الخطوه رقم ثلاثه هتجمع كلهم من البدايه من مين؟ من اكبر رقم. فيبقى بدايه السميشن انت عندك اثنين وعندك ثلاثه، يبقى تبدا من عند الارقام دي اللي انا بتكلم عليها عشان مش حد يتوه مني، اثنين وثلاثه هتبدا من عند ثلاثه، واجمع المساله كلها مضروبه في اكس باور كام؟ اول حدود هنا الكوفيشنت ده اي ان في ان في ان ماينس واحد، اللي بعديه 3 a n minus 2 في n minus 2، الاخير عباره عن 2 a n minus 2، كل ده مضروب في x power n minus 2. في بقى نقطه انت ما خدتش بالك منها، اللي انت عملته ده كله حلو قوي، بس انت في ترم عند n ب 2 ما اخدتوش هنا، وفي ترم عند n ب 2 ما اخدتوش هنا برضه، يبقى هقول له الزائد ده بالتعويض المباشر، في ترمات انا كنت سايبها عند n ب 2. تعويض هنا ان ب 2 يدي لك ده الترم اسمه a 2 بالتعويض خالص بارقام 2 في 1 في x باور 0، والاخير اللي في النص ده مش فيه اصلا ان ب 2، الاخير ان ب 2 يبقى عندك 2 a نوت في x باور 0. كل الكلام ده بكام؟ 0. الكلام ده ممكن تبصوه بطريقه سهله شويه، x باور 0 دي هي نفس الحاجه ال x اللي بره، فدول كانهم مشترك مضروبين في x باور 0. طب ليه ما عملتش كده فوق عرض بين x؟ هو تقعد بين السي و ان مين تاني؟ يعني انا هنا عوضت بين ده ايكوال 2. ايوه اللي فوق لو عوضت بالسي وبعد كده تعمل ايه؟ بس بس ازاي؟ هو انت عايز تجيب اي 2 اي 3 ولا عايز تجيب كله؟ انا عايز اجيب كله. حلو، يبقى لازم اجيب علاقه عامه. العلاقه العامه بتجيبها من اكبر رقم هما كلهم مشتركين فيه. يعني لو هما مشتركين من عند الاربعه يبقى هاخدهم من عند الاربعه. أيوة. وفيهم حاجات بادئه من الاثنين يبقى لازم اعوض بالاثنين واعوض بالثلاثه في الاخر عشان كله يشترك مع بعضه من اول الاربعه. أيوة. معلومه برضه لينا كده في الحاجات بتاعه المعادلات، حلول المعادلات، انا لو عندي معادله بالشكل ده بتساوي صفر. واحد قال لك حل المعادله دي. حل المعادله دي معتمده ان احنا فاهمين مين المتغير ومين الثابت. لو واحد قال لك هات قيم اكس اللي تحل المعادله دي يبقى هو معتبر ان مين ثوابت دلوقتي؟ اي وبي. فبالتالي كنت بتاخد اكس مشترك او لو معادله تربيعيه بتحللها وتجيب قيم اكس بدلاله الاي والبي. طب الكلام الجديد اللي هو الصيغه الثانيه، المعادله دي كلها بتساوي صفر لاي قيمه الاكس، يبقى مين الثابت دلوقتي؟ يبقى الاكس مهما عوضت بيها المعادله لازم تدي لك صفر. يبقى اللي انا عايز اطلع له قيمه مين اللي هو اسمه الحل بتاع المعادله؟ هي الاي والبي. هو ده نفس الكلام اللي عندك. اه المعادله دي بالنسبه لك ساتسفايد عند كل الفاليوز بتاعت اكس، اي فاليو لاكس هي بتحققها. طب ما لو هي بتحقق كل القيم بتاعت اكس يبقى لازم المعامل ده يتلاشى، هو المعامل ده يتلاشى ملهاش حل تاني. يبقى بالتالي لو معادله لاي قيم متغيرات كانت بصفر يبقى المعاملات هي اللي لازم تكون بصفر. من المعلومه دي توصل لاخر حاجه في الخطوه الثالثه انك تساوي المعاملات بصفر. حكايه تساوي المعاملات بصفر دي يطلع لك نوعين من المعاملات، نوع دلاله حاجه عامه اسمها اي ان اللي هو اي ان في ان في ان ماينس 1 و3 اي ان ماينس 2 في ان ماينس 2 زائد 2 اي ان ماينس 2، كل ده انت عايزه بكام؟ والتاني اللي هو النوع التاني من المعاملات عباره عن شويه حاجات ثابته بقى مفيش فيها ان ولا حاجه، التحت ده عباره عن 2 اي 2 بلس 2 اي 0 بلس 2 اي نوت، كل ده بكام؟ يطلع لك ايه المعادله الاخيره دي؟ يطلع لك انك انت عايز كل المعاملات بدلاله اي نوت واي واحد، من هنا يطلع لك ان الاي 2 بسالب اي نوت. يبقى دي واحده. واضح كده؟ طب واللي فوق دي اعمل بيها ايه؟ قال لك دي هي الحاجه المهمه في المساله، لو الدكتور عايز يشوفها منك جايبها صح، دي اللي اسمها ريكيرنس ريليشن، اللي هي العلاقه التكراريه. علاقه تكراريه بايه؟ اعرف اجيب كل حد بالحدود اللي قبله اللي هي اصغر منه. يعني الطريقه دي بتخليك دايما متاكد انك تعرف تجيب اي ان في طرف والباقيين دول في طرف ثاني، لو احنا وديناهم هيروحوا بالسالب اي ان ماينس 2. يعني 2 تعرف تجيبها بدلاله اي نوت، اي 3 تعرف تجيبها بدلاله اي 1، اي 4 تعرف تجيبها بدلاله اي 2 اللي هي اصلا اي 2 بدلاله مين؟ اي نوت. فبالتالي الكلام ده لو وديته من الناحيه الثانيه بالنيجاتيف هيبقى لك الناحيه الثانيه ده 3 في ان ماينس 2 زائد 2، كل ده مقسوم على مين هنا؟ ان في ان ماينس 1.
وده الحاجه المهمه عندك قوي في المساله اللي هي اسمها الريكيرنس ريليشن. لغايه الخطوه دي انت 90% من المساله خلص خلاص. ليه خلص؟ انت في الاخر الحل بتاعك y بتساوي a نوت زائد a 1 x زائد a 2 x تربيع زائد a 3 x تكعيب زائد a 4 x اس 7 والترمات ماشيه لغايه ما لا نهايه. مين اللي معاك ومين اللي مش معاك؟ اللي انت مش هتفكر تجيبه هو a نوت وa 1 وa 2 جت. يبقى عايزين نجيب كام ثابت كمان؟ عايزين a 3 وa 4. طب انا هقف عند مين؟ انت هتقف انك تجيب اربع ثوابت دايما في كل مساله. فانا جبت واحد منهم يبقى محتاج لسه اجيب a 3 ومحتاج اجيب a 4 ومحتاج اجيب b. بس كده بس كده اقف عند بعض الاربع ثوابت دول. طيب a 3 هنعوض فين دلوقتي؟ فوق. يبقى ده نيجاتيف. a 1 طب تعوض مكان ال n ب 3. ان ب 3 هنا هيبقى ده 3 زائد 2 ده 5 وتحت 3 في 2 يبقى 6. يبقى ده نيجاتيف 5 a 1 على 6. a 4 عوض عن ال n ب 4 يبقى نيجاتيف a 2. عوض هنا ال n ب 4 يبقى ده عندك 3 في 2 يبقى 6 و 2 8 وتحت عندك 4 في 3. دول مع بعض يبقى لك فوق 2 وانت اصلا عارف ان ال a 2 بكام؟ بنيجاتيف a نوت يعني يطلع ده في الاخر ده 2 على 3 a نوت. a 5 هيطلع نيجاتيف n ب 5 يبقى ده نيجاتيف a 3 n ب 5 هنا يبقى له 9 و2 يبقى ده 11 وتحت في 5 في 4. a 3 انت لسه قايل هي مين؟ نيجاتيف 5 a 1 على 6 5 هتروح مع ال 5 يبقى ده في الاخر 11 a 1 على 24. بعد ما جبنا الاربع ثوابت دلوقتي نعوض بيهم تحت يبقى ده a نوت a 1 في x نيجاتيف a نوت في x تربيع ناقص 5 على 6 a 1 في x تكعيب لغايه ما لا نهايه. خد ال a نوت مشترك من الحدود اللي هو موجود فيها وال a 1 مشترك من الحدود اللي هي موجود فيها برضه وهو ده الواي 1 والواي 2 واصبح ده الجنرال سوليوشن بتاع المساله. احنا عملنا ايه من البدايه بس عشان الناس كلها ما تتوهش احنا عملنا الخطوات ازاي من الاول. اولا جبنا واي واي داش واي داش الطبيعه اللي هي بتاعت كيلو عوضنا فوق في المعادله التفاضليه واي واي داش واي دبل داش. ما ننساش السميشن بادئ ده زيرو ده واحد وده اثنين. بعد ما عوضنا الاسس لقيتها مختلفه قلت كلهم اوحدهم على مين؟ على اصغر واحد. بعد ما اوحدتهم كلهم على اصغر واحد اتفضل. السميشن ليه بيساوي زيرو؟ يعني المعادله بتساوي زيرو؟ الكلام اللي قدامنا ده بعد ما وحدناهم على اصغر اس هنا لقيت الارقام البدايات مختلفه قمت رايح اخد السميشن كل المساله مع بعضها بدايه من اكبر رقم. الترمات اللي انت ما خدتهاش في حسابك عوض بيها تعويض مباشر وطلعها بره. طلعوا معادلتين، معادله دايما عامه فيها ان وان الاصغر منها ومعادله ثانيه دايما فيها ارقام. سويت الاولانيه بصفر والثانيه بصفر، الصغيره دي لما تساوي بصفر يطلع لك معادل او اثنين بالكثير. والاولانيه لما تطلع بصفر يطلع لك الريكيرنس ريليشن اللي هي المعادله العامه اللي انت هتجيب منها كذا حد. كذا حد اللي هو تبدا من اول اثنين وثلاثه واربعه وخمسه كله يطلع تلاقي اي نوت واي واحد. بعد ما جبت دول عوضهم في التعريف بتاع الحل اصلا اللي انت فاضله من اول المساله يبقى الحل خلص. مين اللي عنده سؤال في الكلام ده تاني؟ هو اللي انا كنت كاتبها من شويه احنا دلوقتي، انا بقول دلوقتي a في x زائد b في x تربيع بتساوي صفر. المعادله دي متحققه لجميع قيم x. اوعى قيمه a وb. لازم ال a بصفر ولازم ال b بصفر. تمام. بما ان الـ 50 متغير في المعادله دي. نعم. دلوقتي الـ x هي متغير صح؟ الـ x متغير بس بياخد اي قيمه. هو الـ a ثابت؟ هو الايه ده هو الثابت اللي انت عايز تجيب قيمته. المعامل المعادله في اكس، الاكس دي تاخد اي ارقام؟ اللي عندك اللي ليه قيمه هو مين؟ معاملها اللي بره. يبقى كده لازم كل الايكويشن تبقى في اكس. كل الايكويشن فعلا طلع في اكس، وده المعامل بتاع الاكس، وده المعامل بتاع الاكس. ما ينفعش ما فيهاش حاجه كده ما فيهاش اكس. ما هو لو ما فيش فيها اكس يبقى ده الحد المطلق. يبقى كده فيرست ديجري كده ايكويشن. لا هو
هو ايه يعني مانع؟ يعني مثلا ايوه بصوا معايا كلامكم كويس دلوقتي، معادلة كده، المعادلة دي بتساوي صفر لجميع قيم اكس. تمام. يبقى كيد الاي بصفر وكيد البي بصفر. ليه؟ الاكس مش بقيمة واحدة او كونتين، ده بأي قيمة عوض مهما كانت قيمة الاكس لازم المعادلة تدي لك صفر. خلاص. الكلام ده بعد ما وصلناه في حاجة أنا سألتكم عليها من الأول. هو ليه كل حاجة إحنا بنجيبها بدلالة A نوت و A واحد؟ ما هو واحد ممكن من الكلام ده يقول لي أنا عايز أجيب قيمة A نوت وأجيب قيمة A واحد، مش عندك ريكيرنس ريليشن أهي؟ أعوض كده أقول لي A نوت دي هتساوي كام؟ هتساوي نيجاتيف A سالب 2 وشوية أرقام وتحت مقسوم على كام؟ واللي تحتيها A واحد دي هتساوي A بتاعت سالب 1 مضروبة في شوية أرقام وبرضه مقسوم على كام؟ هو في معاملات للأرقام النيجاتيف؟ اه او لا على اساس ايه؟ هو مش ده صورة الحل اللي المفروض تاني فرضها؟ الاسس بدأ من اول كام؟ 0 و 1 كلها ارقام بوزيتيف بمعنى اصح، في حاجة في النيجاتيف؟ يبقى بالتالي كل المعاملات النيجاتيف تبقى ما تنساش ان دايما بكام؟ يعني الاي نوت بصفر على صفر والاي واحد هي كمان بكام؟ وده التعريف اصلا لو ده اتحقق في اي حاجة في الدنيا هو ده اللي احنا بنسميه الاربيتري كونستنت اللي هو الثابت بتاع التكامل اللي كنا بندرسه في التكامل او الثابت بتاع المعادله التفاضليه لما كنت بتحل معادله تفاضليه. يعني ايه الثابت ده؟ يعني معناها ان هو الاي نوت والاي واحد ينفعوا ياخدوا اي قيمه في الدنيا. هو مش المعادله دي لو انت عملت كروس مالتيبيكيشن واصلين بيسيطر فين؟ يقول لك ان زيرو في اي نوت بتساوي زيرو. اي نوت تنفع تكون بخمسه وينفع تكون بسالب ثلاثه وينفع تكون بربع وينفع تكون بسالب واحد على 100. اي قيمه تنفع تاخدها الاي نوت واي قيمه ينفع ياخدها برضه الاي واحد. طب وانت كنت بتجيب قيمهم ازاي قبل كده؟ في المسائل بتاعت الترم الاولاني. امتى كنت بتجيب قيم للثوابت بتاعت المعادلات التفاضليه بتاع الحل الاخير ده؟ لا الثوابت دي كنت بتجيبهم امتى؟ لما كان يديك شخص يقول لك لما الاكس بكذا واي بكذا تعوض وتجيب عوض الثوابت. طب ما اداليش شرط يبقى هم ياخدوا اي قيمه في الدنيا. واضح الكلام ده اللي احنا قلناه دلوقتي؟ قيمة الثوابت دي ما بتجيش الا لما يكون مديك شرط ابتدائي initial condition واي عند الصفر بتساوي 5 يبقى اكس بصفر وواي بتساوي 5 تعوض في المعادله تطلع قيمه الثابت. من غير اي علاقه ابتدائيه بتربط بالاكس بالواي يبقى اسمهم ياخدوا اي قيمه. على حسب كل ما واحد يدي شرط ابتدائي يعرف يجيب الكلام ده. الجزء ده في الصفحه حد عايزه؟ في الأخير؟ Initial condition y عند الزيرو بواحد واي داش عند الزيرو بسالب 2. طبعا الكلام ده ممكن تلاقيه جاي جدا، الكلام ده بيجي في الترمات بقاله سنتين لغايه دلوقتي. الدكتور ما جايب لهم مساله في النص بالشكل ده. في ناس معيش فايقه طبعا في اللي بيحصل، تقول له عامله ايه؟ هي دي واي داش وهي دي واي دبل داش ويدخل جوه الصايد في اكس وفي واي تربيع، ادي الواي تربيع ربنا يكرمه يعني ممكن يربعها كمان ويحطها هنا ويجي يفك الصاين. الناس قالوا لي امبارح طبعا اقتراحات جامده جدا، الصاين اصلا لا مفكوك كمان في تيلور اصلا كفكه كمان مفكوك. وطبعا هو هيبقى بيفتكر ان هو بيعمل حاجه ليها لازمه وحاجه علميه يعني. طبعا كل الكلام ده في صفر ومالي سبع ورقات او تسع ورقات في القصه فكل الكلام اللي قدامنا ده اول ما تلاقي في المساله initial condition المساله بتاعتك ما عادش ليها علاقه بالكلام ده خالص. امال هجيبها ازاي؟ هو اصلا مش ده مفكوك تيلور؟ يعني اي حاجه في الدنيا تعرف تجيبها واي تعرف تطلعها كداله في اكس. لو انت عرفت عندك قيمه واي بزيرو واي داش بزيرو واي دبل داش بزيرو واي تريبل داش، ما انت لو عرفت الاربع قيم دول بكام يبقى انت جبت ايه؟ واي داله في اكس. هو مش ده اللي انت بتدور عليه؟ طب ما هو الكلام ده كله موجود اصلا. واي بزيرو موجود، واي داش بزيرو موجود، واي دبل داش عوض. هي مش المعادله دي مش فيها واي داش وواي دبل داش واكس وواي؟ اكس وواي وواي داش معاك بارقام عوض جبت الواي دبل داش.
طب الوايت ريبل داش فاضل وعلو. خلصت المساله، خلصت المساله في اربع سطور. عشان دكتور سعيد قال لنا ثلاث مرات يعني يعني تجيبوا ثلاثه ثانيه. انا مثلا مديكوا مثلا واي داش واي، هتقول واي دبل داش والواي لو في الاخر، في الاخر مفيش مساله هتزيد عن التفاضل الرابع. يعني في الاخر انت عايز تطمن نفسك على التفاضل الرابع. هنا اللي هو الجزء الاولاني اللي هي مش ده هو مفقود تيلور عند اكس بزيرو اللي هو اكس ناقص زيرو تبقى اكس. لو كانت المفقود ده حوالين الواحد كانت كل الاقواس دي بدل ما هي اكس تربيع كانت تبقى اكس ناقص واحد لكل تربيع. طريقة البراكت ذات نفسه اللي هو أول حاجة ونفس السكشن. مش عارف. ده بخصوص لو واحد نفس السكشن لو ده الكونديشن نعوض فيه. بقول أنا أعرف أجيب قيمة A نوت و A واحد لو إداني إنيشال كونديشن. مش هختار ما هو أنت أنت برضه لخبطت نفسك. أنت كتبتها عندك ولخبطت نفسك الكلام ده. أنت سألتني. دول أعرف أجيب قيمهم إمتى؟ قلت لك لو هو إداني إنيشال كونديشن في المسألة. طب هو أصلاً المسألة جاي لي فيها إنيشال كونديشن. ما اشتغلش بكل الكلام ده خالص. انت قلت لك يعني كده مش هتجيب ايه نوت واي مثلا. عمرك ما هتجيب ايه نوت واي واحد بالطريقه دي. اي طريقه فيها انيشال كونديشن كل اللي هتعمله تفاضل وتعوض. ما عندكش حاجه اكتر من كده. يبقى الشكل اللي قدامك ده هو مديك واي في زيرو بكام؟ واي داش في زيرو بسالب 2 عوض. يبقى معناها واي دبل داش في زيرو. واي داش بكام هو قايل لك؟ سالب 2 ما هو ده تعويض مباشر في المعادله. بيساوي ساين اكس اللي هي بكام اكس؟ بزيرو. وزائد الواي تربيع اللي هي بواحد. يعني ده ساين كام في النهايه؟ يبقى اذا الواي دبل داش عند الزيرو دي عباره عن 2 زائد ساين 1. وما تعوضش باي حاجه بالكالكوليتر ولا حاجه. هي دي بالريديان بس من غير اي تعويض بارقام. ماشي. واي يعني واي بزيرو. واي اوف زيرو بواحد. لا دي واي اوف زيرو. طب انا عايز اجيب المشتقه الثالثه لسه هعمل ايه؟ فاضل المعادله يبقى واي تريبل داش زائد واي دبل داش بتساوي ساين اكس زائد واي تربيع هتبقى دي كوزاين اكس زائد واي تربيع. في مشتقه اللي جوه اللي هي واحد زائد 2 واي في واي داش. تبدا تعوض مره ثالثه عشان تجيب واي تريبل داش عند الزيرو يبقى ده زائد واي دبل داش انت لسه جايبها بتساوي كوزاين واحد اللي هي زيرو زائد واحد. كل ده مضروب في واحد 2 واي في واي داش. واي في واحد واي داش بسالب 2 يبقى دول كلهم بسالب 4. يطلع ان واي تريبل داش بكام في نهايه المساله؟ برقم هي دي عباره عن نيجاتيف 3 كوزاين واحد ماينس ساين واحد ماينس 2. كل ده كده هو الواي تريبل داش. يبقى انت جبت واي دبل داش واي تريبل داش. عوض في قانون تيلور اللي هو المكوك الاصلي وخلصت المساله. حلو قوي. الكلام ده امتى تاني؟ لو مديني انيشال كونديشن في المساله. واضح الكلام ده كده؟